السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن حقق المنتخب الوطني الجزائري فوزا برباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعته بمنتخب بوروندي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الطوغولية لوميا، وسجل أهداف المباراة كل من المهاجم بغداد بنجاحة ورياض محرز وإسلام سليماني ومحمد الأمين عمورة. ويعد هذا الفوز الثاني للمنتخب الوطني الجزائري في مبارياته التحضيرية لبطولة كأس أمم إفريقيا والتي ستجرى بالكوت ديفوار بعد الفوز في المباراة الودية الأولى أمام منتخب طوغو المحلية. وبعد انتهاء المباراة وبطلب من لاعبي البوروندي، أرادوا التقاط صورة جماعية أخوية بين العناصر الوطنية رفقة لاعبي المنتخب البوروندي بعد نهاية اللقاء الودي الذي عرف فوز الخضر برباعية دون رد. وتشد كتيبة المدرب جمال بلماضي الرحال غدا الأربعاء نحو مدينة بواكي الإيفوارية تحسبا للمشاركة في المنافسة القارية بدءا بمواجهة أنغولا يوم الاثنين القادم على الساعة 9 بالتوقيت الجزائرية. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.